السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. دونك الوصفه ديال اليوم غتكون وصفه مختصه بالوجه، وصفه سحريه المفعول. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. قبل ما نمشيو للمكونات وطريقه التحضير، ادعوكم للاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناه باللون الاحمر. دونك بركوا عليه حتى يولي اللون ديالو بالرمادي، وايضا عملوا لايك لهذا الفيديو، وايضا ضغطوا على زر جرسكم ستوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله من المستقبل. وايضا كنرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم في خانه التعليقات، ويعني اي تعليق سواء يعني على لي فيديو او استفساراتكم في اي فيديو اكيد، فانا كنرحب بها دائما في خانه التعليقات. ودابا غادي نطلقوا المكونات وطريقه التحضير، وغادي نبداو باول مكون اللي غتحتاجوا ليه في هذه الوصفه، هو عصير الحامض. ستحتاجون ما يعادل ملعقتين كبيرتين من عصير الحامض، وايضا ستحتاجون الى ملعقتين كبيرتين من ماء الطماطم او ماء ديال مطيشه، وستحتاجون قطع قطن باش ابخي نبللوها بالوصفه. دونك هادو هما المكونات البنات. غتحتاجوا نصف حامضه معصوره، ما يعادل واحد جوج معالق كبار او صغار او نص كاس ديال الحامض على حسب الكميه، يعني الكميه كتبقى على حسب الرغبه. وغتحتاجوا جوج معالق كبار او صغار ديال الماء ديال مطيشه، وغتحتاجوا قطع قطن باش كومسا نبللوا بها الوصفه ونستعملوها الوجه ديالنا ابخي. دونك هادو هما ثلاثه ديال المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه. وانا هنا عصرت مطيشه ديالي او بالاحرى الطماطم ديالي. غادي دابا نعصر نص حامضه معها ونخلط جميع العناصر، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم، فبقاو معايا. وبعد ما خلطت الطماطم ديالي او مطيشه ديالي او بالاحرى عصير ديال الطماطم مع نص حامضه معصوره، صبحت عندي نتيجه على هذا الشكل هذا. دونك حاولوا تمزجوا ما بيناتهم بجوج. من بعد غتاخذوا القطع القطن ديالكم وتبللوا بها هذه الوصفه هذه، ومن بعد تستعملوا الكل على لابوت الوجه ديالكم. تخليوا الماسك او تخليوا الوصفه ديال الطماطم والحامض على الوجه ديالكم لمده 20 دقيقه، ومن بعد تغسلوا الوجه ديالكم بالصحه والراحه البنات. هذه الوصفه ممكن استعمالها يوميا، ما عندهاش اي ضرر، ما عندهاش اي تاثير بالنسبه الجميع البشرات سواء الدهنيه او العاديه او الحساسه او الجافه، فما كاينش اي ضرر البنات. وصفه هايله كيف ما تنقولوا، ووصفه رائعه ان شاء الله. ان فغتجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم من اول استعمال ان شاء الله. فهي كتعطي نضاره، كتعطي اشراق للسيدات اللي ما عندهمش اكيد الحيويه في الوجه ديالهم، يعني كيكون الوجه شاحب وجاف ايضا وحساس في نفس الوقت. فهاد الوصفه ان شاء الله ينفع تجربوها ان فغتنا الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، اشتراككم للقناه اهم شيء، فما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود تحت من القناه بي اللون الاحمر، وايضا تضغطوا على زر الجرس كوم ستوصلوا بكل ما هو جديد. ايضا تعملوا لايك لهذا الفيديو كوم ستزيدوا تحفزوني ان شاء الله على المزيد من التقدم والنجاح والاستمراريه للقناه ديالي دائما الهام شانيل. وايضا تخليوا لي استفساراتكم بعد ما تجربوا هذه الوصفه هذه، فما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم كيف جاتكم الوصفه في خانه التعليقات. ما تنساوش ايضا البنات انكم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات اي اوسي الباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط نخليهم لكم في صندوق الوصف. انا اقول لكم ان شاء الله نشوفكم في لابخوشين فيديو. السلام عليكم، اواشركم بروكه.